وبما انه نحن بفترة الامتحانات، شو عندك حلم انتي؟ في عندي كنت عم نحكي تحت الهواء، يمكن بحس نص الناس عندهم اياه، انه قد ايه صرنا تاركين البكالوريا اكثر من 10 سنين، فدائما عن هذا الحلم بيرجع كل فتره، انه انا اجى الامتحان وماني ملحق وماني دارس. يعني دائما يعني هذا الشعور عند اغلب الطلاب، صح. وبما انه هلا قربنا للفحص النهائي ودائما هيك بعد ما ناخذ البكالوريا بنكتشف انه نحن كثير خفنا زياده، كثير ارتعبنا زياده، بدها شويه تنظيم وقت، بدها شويه تكتيك دراسي منيح يعني، واكيد نجيب علامات مثل ما بدنا وأحسن. إن شاء كيف الله. فينا نحن ننظم حياتنا؟ كيف فينا ننظم وقتنا؟ واليوم بدنا نخص مادة الرياضيات يلي هي شوي مشكلة رعب عند بعض الطلاب، مع أنه هي من أكثر المواد الممتعة وبتستمر معنا بحياتنا المهنية، ويمكن لحتى نكبر ونكبر كل يوم نتعلم عن الرياضيات أكثر وأكثر، هي كثير بتفيدنا. رح نحكي بكثير مواضيع بتخص كثير من الطلاب عن يعني تكنيك دراسي بفيدكم. تابعونا مع المدرسة رائدة بعكر. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. أهلا، صباح النور، يسعد يسعد صباحكم صباحك. وفطر سعيد بالبداية، وكتير أنا سعيدة مني أنا موجودة نحن معكم أسعد. حبيبتي، شكرا لكم. إن شاء الله أنا بقدر فيد هالطائفة اللي هني هلا عايشين بهذا التوتر، بهذا القلق النفسي. إن شاء الله نقدر نحن نساعدهم ونقدم لهم بعض النصائح اللي بتقدر تفيدهم قبل الامتحان وبعد الامتحان وأثناء الامتحان. نعم. من أكثر الأغلاط يسعد صباحك. خلينا حبيبتي هيك قبل ما نفوت لمادة الرياضيات، هلا نحن بوقت تقريبا 2 3 أسبوع عم يفصلنا عن الامتحان، في جداول هيك بيكونوا معلقين الطلاب على الحيط، يمكن بغيروها بيعدلوا عليها، في اشخاص ملحقين اشخاص مو ملحقين، ولكن هي الفتره اسمها الاستعداد للامتحانات. خلينا نحكي كيف نحن فينا نستثمر هي الفتره بافضل ما يمكن. طبعا نحن اهم شيء نحن ندير وقتنا، عندنا يكون اولويه للوقت، تنظيم الوقت، ونخصص اوقات مناسبه للدراسه، اوقات نحن بتساعدنا على الاستيعاب، تكون نحن بزمن نقدر نحن نستوعب هي المادة، سواء مادة الرياضيات كما حكيت حضرتك أو بأي مادة كانت. هو التنظيم، تنظيم وقت الدراسة وخلق جو من الدراسة وعدم التشتت الداخلي والخارجي. للأسف قرب الامتحان ببلش الطالب وكأنه غول الامتحان وكأنه كارثة حلت على هذا الطالب، فنحن بطريقتنا لازم ما نخلي الطالب أنه قرب الامتحان. وأكبر غلط للأسف نحن بنرتكبه بحق طلابنا وأغلاط كثيرة، انه الامتحان امتحان الامتحان. طب كلمه امتحان شو يعني؟ يعني انا لازم اتوتر، لازم اعمل طوارئ؟ لا، الامتحان ركز باللحظه اللي انا فيها، لانه الامتحان هو شيء بالمستقبل، شيء هو قادر اني انا من خلال هالامتحان هذا قرر مصيري وقرر هدفي. فبالتنظيم واداره الوقت وحط النيه ان هالماده اللي انا عم بقراها مو هي ماده شيء للهدف منها، ليش انا بدي اقراها؟ للاسف طلابنا بيقراوا بس لمجرد انهم يقدموا الامتحان ولمجرد بس انهم خايفين من الامتحان. لا، نحن بنقرا لنعرف هل هدفنا من هالكتاب هذا، الكتاب هو ليش حطوه؟ ليش الوزاره قررته علينا؟ يكون في عندي شغف واصرار واقدام لحتى انا اقرا هذا الكتاب وما انساه وركز عليه، مو مجرد انا خلص الامتحان زدته من هون، لا. نحن بننظم وقتنا وبكون عنا إصرار وشغف لنعرف هدفنا من هذا الكتاب، سواء كان علمي ولا أدبي، أصلاً نحن بالحياة في امتحان. تماماً. يعني خلينا هيك نركز شوي على مادة الرياضيات اللي حضرتك بتعطي تفضلي. طلاب تاسعة وبكالوريا. تفضلي. ونركز شوي على طلاب البكالوريا يلي عنده رعب من مادة الرياضيات، وهي مثل ما ذكرت أنا من شوي إنه هي شيء كتير حلو وممتع وبيستمر، من أكثر المواد اللي بتستمر وبتلزمنا بحياتنا المهنية. اليوم إذا عندنا طلاب مانن ملاحقين، مانن مخلصين، عندهم شوي تشتت، ركزوا بمواد يمكن تانية والرياضيات كانوا عم يأجلوا يأجلوا يأجلوا، شو هي الخطة الصحيحة لحتى يستعيدوا قواهم بمادة الرياضيات؟ كيف فيهم يمكن يبلشوا؟ بأي كتاب الصح إنه هن يبلشوا؟ شو هي الطريقة يبلشوا فيها بشكل صح؟ اول شيء الطالب هو اللي بحط هدفه وبحط خطته لحتى يدرس. ما فيني انا اقول له طالب انت منك ملحق، هون عم بعطي ايحاء سلبي. نحن ضد هذا الايحاء السلبي،
كل طالب الله معطيه قدرة ومعطيه عقل ومعطيه خروقات بعقله، ما لازم قل له أنا أنت منك قادر، طالما أنا نظم وقتي بعمل خطة دراسية. ونحن اليوم في عصر كتير حلو، في تكنولوجيا كتير حديثة، هي تقنية القراءة السريعة اللي أنا بقدر من خلالها فوت بالخريطة الذهنية ونظم موضوعي ونظم هالكتاب هذا اللي أنا بلقي صعب. ما في شيء صعب على العقل وقت أنا بتعامل بالعقل بالطريقة اللي هو متشكل فيها. فأي كتاب سواء رياضيات برجع بقول لك أو علوم أو أي مادة، إذا اعتمدت على الخريطة الذهنية في طريقة حفظه وكيف قراءة، طبعا كيف القراءة السريعة، قصدي إنه هو يأخذ كل فصل بفصله، شوف شو في بهالفصل، شو العناوين الرئيسية، شو العناوين الفرعية، الأفرعية الأكثر الأكثر الأكثر، بحيث أني أنا ركز بهذا الكتاب، لأنه مخنا بيعتمد على المعلومات الكثيرة، وليس كل ما عمقتي كل ما شتتي. فنحن بنعطي فكرة عامة عن هاي المادة، وأنا متأكدة بالتكتيك والتقنيات ما في شيء اسمه حفظ، مخنا قادر يستوعب، رب العالمين عطينا قدرة خارقة نقدر نحن ننظم دراستنا. وأكيد رحنا ما في شيء أنا ما بلحق عندي طالب، طالب لازم يلحق طالما هو عم يدور وقته وعقله ويعتمد على الخرائط الذهنية أو قدرة العقل اللي الله أعطانا إياها. وأكثر شيء هو أني أنا ما أتشتت وما أقول أنا ما بلحق، رفيقي ما لحق، أنا ما لازم لحق، لا، طالما أنا في عندي تقنيات أقدر أمشي عليها، وأهم هي التقنيات اللي أنا بقدر أمشي عليها. حط هاي المعلومات من أهم التقنيات، حط هاي المعلومات بأماكن صورية بعقلي، يعني المعلومة اللي أنا ما بقدر الحق أحفظها، ما في شيء ما بنقدر نحفظه، بحول معلوماتي إلى صور. هاي الصور مخنا بيفهم بالصور أكثر، ممكن أنا أعمل صورة كاركترية فيلم، وزع معلوماتي بهالفيلم هذا كأني عم بحضر فيلم. أنا فوت على فيلم، تعال هلا قليل للطالب او لاي طالبه، حكي لي فيلم، بحكي لك اياه من اوله لاخره. ليه؟ لانه عاش الحدث بعقله وبسمعه وبنظره وكان مركز. فنحن مجرد ركزنا على الماده شو ما كانت هي وقدرنا نحن نجزئها ونعملها بشكل فصول وبشكل منطقي، نعرف محتواها بشكل عام، مخنا رح يساعدنا. نعم. طيب خلينا هيك نحكي اكثر بشكل عملي. على ايام وقت كنت بكالوريا بتذكر هو كان كتاب مقسم لفراغيه، مثلثات، جبر الى اخره، ما بعرف اذا تغير ولا لا. خلينا نحكي بشكل عملي. في اشعه في اشعه وفي جبر وفي تحليل. تمام. معناته الاقسام بعدها موجوده، يمكن اختلفت مسمياتها. تقنيات اليوم دراسه ماده الرياضيات برايك كيف لازم تكون؟ في اشخاص مثلا بيقولوا لك انه انا بدرس بحث من هون بحث من هون لا تخلص ماده الرياضيات كلياتها. في اشخاص بيمسكوا كل قسم لحاله لا يخلص، بيقول لك انا ضمنت علامته. ماده الرياضيات كمان تندرس مع مواد ثانيه ضمن الجدول الدراسي ولا لا انت بتفضلي انه هي انت مخصص دراسه الرياضيات فخليها رياضيات لا تخلص من هاي الماده؟ هلا هون بترجع للمخطط اللي حاطه الطالب. الرياضيات لا تنفصل، هي كتله واحده بالنهايه، ما فيني اقول انا بدي ركز على الاشعه واترك التحليل، هي بالنهايه كتله واحده. فالطالب هو اذا بيحب يدرس ماده حفظيه، خلينا نقول مثلا في يحفظ الماده الحفظيه ويترك الرياضيات، لانه هي تحليليه، هي عمليه ادراكيه، هي عمليه استنتاجيه، فشي طبيعي انه هو يقدر يدمج ماده ثانيه. فبترجع للمخطط اللي حاطه الطالب باولويات دراسته. انا بالنسبه لي الرياضيات بعتبرها متعه، حتى الدراسه كلها بعتبرها متعه، لاني انا في عندي شغف، اني انا عندي حافز، عندي اصرار، اعرف شو حاطين لي بهالكتاب. انا كثير بكون سعيده وقت انا مثلا ما بعرف حل شغله وبحط راسي وبنصحها لكل الطلاب. هي كثير طلاب بيقولوا ما عم نعرف نحل، خصوصا بماده الرياضيات لانه متشعبه. انا بنصحهم ما في شيء ما بنقدر نحله، فيك تاخذي استرخاء على الاقل ربع ساعه ساعه وترجعي انت بعد هذا ترجعي بتلاحظي انه المعلومه انحلت معك. انا بتمنى هاي الطالب يشتغلوا عليها، خصوصا وقت بتكون دراستهم منظمه من الخمسه لثمانيه، هون بكون مخنا تماما متفرغ انه يستوعب معلومات جديده. والمشكله اللي هو عم يعاني منها وما عم بيقدر يجاوب عليها، ما عليه، حط راسه ونام ولو انه ساعه ويرجع للحل، الحل راح يكون. الرياضيات ماده كثير رائعه وبنقدر ندرسها باكثر من طريقه واكثر. ونحن كثير في عنا علماء، اديسون كان يحط راسه وينام وقت يعني شغل اي معينه، كان يحط راسه وينام في قلق يلحل قدامه. ماده الرياضيات حصرا حلوله بقلبه. فبتمنى للطلاب انهم ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، انه ما في شيء بالرياضيات صعب طالما انا قدران نفكر وحط المشكله وحط رؤوس الاقلام اللي هي ما عم تقدر تساعدني. نحن الطالب وكانه ماده الرياضيات عن جد بحسه يا لطيف شيء يعني صعب،
صعب؟ لا ما في شيء صعب طالما نحن مسلسلين الأمور وعندنا أساس وعندنا رتابة وعندنا تسلسل منطقي. ما هي أم الرياضيات هي أم الحياة. نعم يعني معنويا دعمناهم منيح للطلاب اليوم بحلقتنا ومع حضرتك، ولكن خلينا نحكي عمليا على أرض الواقع. شو هو البرنامج الصحيح يلي نحن لازم نحطه؟ حكينا عن الساعات، حكينا أنه نحن لازم نستوعب، حكينا دوافع كثيرة، ولكن على أرض الواقع بيقول لك الطالب أنا ما بعرف أحط برنامج للرياضيات، ما بعرف من وين بدي بلش. يمكن هدول الخطوات الأولى هيك خلينا بس نركز عليهم بمسمياتهم، كيف نبلش؟ وأكيد الرياضيات فيه مواد حفظية، أيمت الطالب لازم يركز على المواد الحفظية أكثر؟ لقلك شغلة، هلق نحن عنا نوعين من الذاكرة، الذاكرة اللحظية اللي هلق أنت عم تاخذي المعلومة فيها، وعندك الذاكرة بعيدة المدى اللي أنت خلينا نقول المخزن. أنا أي طالب وبرجع بركز مو بس مادة الرياضيات، لازم يكون عنا عملية ربط ما بين الذاكرة حالية والذاكرة. كيف أنا أخذت هالمعلومة؟ قريتها، بعد ساعة لازم أخذ استرخاء بريك 10 دقائق، اشربي كيلي اعملي اللي بدك اياه، بس لازم كل بين كل ساعة وساعة أخذ 10 دقائق. هاي واحدة. اثنين، بس ارجع عيد نفس المعلومة، ارجع بعد 24 ساعة عيد المعلومة، ارجع بعد 3 أسابيع عيد المعلومة، بعد 3 أشهر عيد المعلومة. ليش نحن بالامتحان بالمدارس عنا امتحانات شفهية، مذاكرة تانية؟ مشان وقت أنا بتبع أسلوب التكرار المتباعد بمسافات متباعدة، الرابطة اللحظية بترتبط باللاحظة القديمة اللي هي المخزن، أنا متأكدة ما عاد رح ينسوا. فبتمنى نعيد بتكرار متباعد، هذا الشيء بيساعدنا على حفظ المعلومة وما نعود ننساها. ممكن الطالب اللي بيحس حاله أنه عم ينسى وما عم يقدر يستوعب، ممكن ورقة وقلم، يمكن بشكل قصة، أنا قلت له قصة أحفظها بشكل قصة، يمكن بشكل لحن، وياما أنا قوانين الفيزياء بحفظهم إياها بشكل نكتة، مثلا على سبيل المثال الطاقة الحركية نصف كيلو سكر، خلص يعني أنا القوانين ببرمجة صورية أو كلامية وبحط لهم إياها بقاموس كلمة مفتاحية صدقوني ما بعود ينسوها. وهي اللي بنتعب عليها نحن، الكلام المفتاحي يلي هو الطالب من خلاله بيقدر يتذكر كل شيء. بنعمل له خريطة لإلها ليلة الامتحان بتذكرها تماما. طيب بمادة الرياضيات، ويمكن في بعض الأشخاص هلأ طلاب عم يعانوا من ضيق الوقت، لازم يجربوا كل تمارين الرياضيات يرجعوا يعيدوها كلياتها، ولا بكفي تمرين عن كل فكرة أو كل نموذج؟ يعني بنلاقي في طلاب عندهم وسواس أنه أنا في تمرينين ثلاثة مثلا ما جربتهم ما رجعت حليتهم. هلأ نحن بمادة الرياضيات حسنا هي عالم، كل ما اعطيتيه كل ما كان احسن، كل ما حل كل ما كان افضل. الرياضيات ما بتوقف لا على تمرين ولا على تمرينين، الرياضيات فيك تخلقي من تمرين تمرين وتمرين وتمرين، كل ما دربنا اكثر كل ما دربنا الذاكره اكثر، والذاكره كل ما استخدمتيها اكثر كل ما عانيتك اكثر، بالعكس قادره تستوعب تدريبات كثيره. وكل ما عاد قلت لك انا يفضل انه يعاد، اوكي في تمارين كثيره بتنعاد، التكرار يخلق تكرار، مثل الآلة أنت اللي عم تشغليها دائما دائما، بس بشرط يكون في صيانة. شلون الصيانة؟ إني أنا ما أتعب عقلي كتير كتير، كمان أنا من حقه يرتاح. يعني بس حس حالي أنا عم بكتب كتير وعم بقرأ كتير وعم حل تمارين كتير، وياما طلاب يقولوا فتنا بالحيط. طب هي الكلمة ليه؟ شو فتنا بالحيط؟ لا ما بصير نحن نقول هي فتنا بالحيط، عن جد بتعطي إعاز للعقل اللاواعي بتفوتي بالحيط. مثل واحد بيقول لك بكره انا ما رح اطلع منيح بالامتحان، عن جد بيطلع مو منيح لانه عطى إعاز لنفسه. فبتمنى نحن نعطي إعازات، نحن نحل ونشتغل على حالنا اكثر، ونحن قادرين وبكره رح نحل ورح ما رح يوقف شيء، لانه واثقين من نفسنا واثقين من قدراتنا وعملنا اللي علينا. اكيد وطاقه ايجابيه بنعطيها لكل اكيد الطاقه الايجابيه فيك الصبح، وأنا هذا الاسترخاء بعمل كتير عليه، بس حتى بالامتحانات بقلب الامتحانات بقول للطالب بس تحس حالك أنت ضيعت ما عاد نسيت، استرخي خذ نفس عميق قد ما بتقدر وحاول تلق نفس حتى تخلص من التوتر، لأنه بتعرفي طلابنا أول ما بفوتوا يا لطيف توتر وخوف لا أبدا، نحن قادرين رب العالمين معنا ونيتنا صافية
وقويين. شو الامتحان؟ هو لعبة جميلة، نحن بدنا نعيش لنحقق هدفنا بالحياة. نعم، يعني نحن بدنا نتمنى لكل طلابنا انه يجيبوا العلامات اللي هن اكيد ان شاء الله بيطمحوا فيها، ويفوتوا الفروع اللي هن بدهم اياها، وبدنا نتمنى لهم التوفيق. يعني ضغوطات كثير صعبة عم نمرق فيها بحياتنا، يعني ان شاء الله يا رب هيك الله يكون معهم لكل طلابنا ويسهل عليهم هالايام الصعبة، اخر ايام كثير صعبة بتكون قبل الفحص. نتشكرك كثير، شكرا كثير لوجودك معنا، واهلا وسهلا. شكرا كثير لكم، انا اسعد، شكرا.